رياض ومدارس الوطن العربي، القسم الثالث الأساسي في مادة التربية الاجتماعية. درسنا لهذا اليوم هو محافظات الأردن، ولكن في البداية لنراجع درسنا السابق. كلنا نعيش في دولة الأردن، والأردن تقع في قلب الوطن العربي، وموقعها يعطيها أهمية استراتيجية بالنسبة للدول. وحدود الأردن من الشمال سوريا، ومن الجنوب السعودية، ومن الشرق العراق، ومن الغرب فلسطين. المنفذ المائي الوحيد للأردن هو خليج العقبة المطل على البحر الأحمر. لنتعرف معا على محافظات الأردن وعددها 12 محافظة. محافظات الشمال هي إربد، جرش، عجلون، المفرق. محافظات الشمال المفرق، جرش، عجلون، إربد. أما محافظات الوسط هي عمان العاصمة، البلقاء، مادبة، الزرقاء. محافظات الوسط عمان العاصمة، الزرقاء، البلقاء، مادبة. أما محافظات الجنوب فهي الكرك، الطفيلة، معان، العقبة. محافظات الجنوب الكرك، معان، الطفيلة، العقبة. المحافظة الأقل عدد سكان هي محافظة الطفيلة، هي الأقل عدد سكان. أما المحافظة الأكثر ازدحاماً بالسكان هي العاصمة عمان. المحافظة الأكثر ازدحاماً بالسكان هي العاصمة عمان، عاصمة الأردن. هذا الكتاب حل صفحة 45 وصفحة 46. عزيزي الطالب، قم بحل صفحة 47 بتلوين المحافظات حسب المطلوب.